أهلا بكم من جديد. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة في قصر الصخير هذا اليوم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. فلدى وصول موكب صاحب الجلالة إلى قصر الصخير ترافقه كوكبة من الخيالة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالته. وخلال الحفل قدم ضيف البلاد معالي رئيس وزراء ماليزيا خالص التهاني إلى جلالة الملك المفدى باحتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، متمنيا للبحرين وشعبها الكريم المضياف دوام الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته ولعلاقات البلدين المزيد من التقدم والتطور. جلالتكم انصراف حرس شرف سي حرس الى الداخل دور حرس معتدل
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، صاحب المعالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير بداية لحفلنا هذا تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا المقرئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. كلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيفنا الكبير معالي السيد داتو محمد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود بداية أن نبارك للجميع بعيد الوطن المجيد
وأن نحتفي بذكرى تأسيس الدولة البحرينية التي شهدت انطلاقتها المباركة قبل أكثر من 200 عام على يد الجد القائد أحمد الفاتح، وتشكلت هويتها الأصيلة على سواعد قادتها الكرام لتحافظ إلى يومنا هذا على مجدها الشامخ ونهجها الحضاري وقيمها المدنية، وبعون شعب وفي يرتقي بمكانتها وينطلق بها نحو مستقبلها الزاهر بإذن الله تعالى. ولا نجد أسمى من هذه المناسبة للتأكيد على تمسكنا بثوابتنا الوطنية القائمة على وحدة الصف وعمق الانتماء وسماحة التعايش التي تجعل البحرين بفضل من الله ويقظة أهلها منيعة على قوى الهدم والفرقة، ومنطلقة نحو آفاق التنمية والبناء دون توقف. إن الاعتزاز بمكانة الوطن والاحتفاء بمنجزاته تحتم علينا أن نشكر الله على فضله، وأن نهنئ أنفسنا على ما تشهده البلاد من نهضة شاملة ومتوازنة عنوانها مئوية الإنجاز، وعمادها إخلاص وتفوق أبنائها وبناتها. فاليوم تجد البحرين نفسها ضمن مقدمة السباق التنموي العالمي بحسب ما توضحه مؤشرات الإداء في ميادين العمل، وهذا حافز يجعلنا وبعون الله ننطلق بذات القوة والعزم لتتواصل مسيرة نهضتنا المباركة. ويسعدنا اليوم أن نرحب معكم بضيفنا الكريم معالي السيد داتو محمد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة، شاكرين له مشاركتنا أفراح احتفالاتنا الوطنية، ومقدرين لمعاليه حفاوة استقباله لنا عند زيارتنا الأخيرة لماليزيا التي وجدناها تنعم بنهضة لافتة وإنجازات باهرة يعود فضلها بعد الله لجهوده المخلصة والحثيثة في الحفاظ على رفعة ماليزيا وتقدمها. الحضور الكريم، تأتي هذه الذكرى الوطنية لنجدد معكم عهد الوفاء لتضحيات شهداء الوطن الذين هبوا لنصرته ووهبوا أرواحهم للدفاع عن سيادته، داعين الله عز وجل بأن يسبق عليهم واسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه، وأن نكون على هديهم في الذود عن الوطن وحماية مصالحه. كما نود من هذا المنبر أن نتوجه بالتحية والتقدير لكل مواطن ومواطنة أياً كان موقعها في ميادين الشرف، سواء كانوا على جبهات الدفاع أو على خطوط الإنتاج والبناء. ونخص بالشكر والامتنان المكرمين والمكرمات المشاركين في هذا الحفل على عطائهم المتميز وسعيهم البارز في خدمة البحرين،
وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوزيع الأوسمة التقديرية على رواد العمل الوطني. سمو الشيخة زين بنت خالد بن عبد الله آل خليفة ساهمت في إثراء وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، حيث قامت سموها بمبادرات عدة في مجال التعليم وتطوير الشباب والرعاية الصحية، ومنها إنشاء مؤسسة المبرة الخليفية وبرنامج راية للمنح الدراسية وبرنامج إثراء الشباب. وتتولى سموها عدة مناصب، منها عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة وسام الكفاءة. الشيخ عبد الله بن علي بن خليفة آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري يقوم بالتوقيع على عمليات إصدار الوثائق العقارية والتأكد من استيفائها لجميع الإجراءات القانونية، يضع النظم المتخصصة التي تكفل المحافظة على المقدمات وصور الوثائق والمستندات القانونية. وسام الكفاءة. العقيد الركن عبد الله سعيد مهنا الكعبي قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. العقيد الركن خالد أحمد عبد اللطيف الدوسري قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الوكيل الأول علي حسين عيسى الدوسري قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. العميد خليفة بن أحمد آل خليفة وزارة الداخلية، وسام الكفاءة. العميد عادل عبد الله أمين وزارة الداخلية، وسام الكفاءة. العميد عبد العزيز معيوف الرميحي وزارة الداخلية، وسام الكفاءة. الرائد جاسم حسن جاسم وزارة الداخلية، وسام الكفاءة. المقدم الركن محمد خالد محمد البعينين الحرس الوطني، وسام الكفاءة. الوكيل الأول نهار يوسف سعود الدوسري الحرس الوطني، وسام الكفاءة. الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أمين عام وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حاصلة على شهادة الماجستير، وسام الكفاءة. السيدة إيمان مصطفى المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقوم بالإشراف على كافة أعمال إدارة خدمات المشتركين وإدارة الشؤون القانونية،
وسام الكفاءة. الدكتور ياسر عيسى الناصر أمين عام مجلس الوزراء له إسهامات واضحة في تطوير العمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعة قرارات المجلس وأيضاً التنسيق مع اللجان العليا واللجان الوزارية بشأن الموضوعات التي تحال إلى مجلس الوزراء. وسام الكفاءة. السيد محمد ثامر خليفة الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني وزارة المواصلات والاتصالات يعمل على إصدار اللوائح التنظيمية والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني. وسام الكفاءة. الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والخدمات وزارة التربية والتعليم يعمل على وضع الخطط والسياسات والبرامج الاستراتيجية العامة لقطاع الموارد والخدمات بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم. وسام الكفاءة. الدكتور محمد مبارك مندينة الرئيس التنفيذي المجلس الأعلى للبيئة يشرف على إصدار السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها. وسام الكفاءة. الشيخ خالد بن إبراهيم بن حمد آل خليفة مدير عام التوظيف والمعلومات بديوان الخدمة المدنية يقوم بالإشراف على أكثر من برنامج في قطاع التوظيف والمعلومات والذي يحقق أهداف ديوان الخدمة المدنية. وسام الكفاءة. الشيخ بدر بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات مسؤول عن أعمال بريد البحرين وتطوير الخدمات البريدية. وسام الكفاءة. الشيخ علي بن عبد الوهاب بن خليفة آل خليفة بالنيابة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس الشؤون الإدارية بمجلس العائلة الحاكمة ساهم في وضع النظام الإداري بالمجلس والإشراف عليه. وسام الكفاءة. الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة لها دور فاعل تطوير المشاريع التنموية وخدمة المجتمع المحلي. وسام الكفاءة. الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة مجلس التنمية الاقتصادية. وسام الكفاءة. المهندسة لمياء يوسف محمد الفضالة مدير الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لإدارة الخدمات الفنية وتطويرها. وسام الكفاءة. الدكتورة صباح صالح الجنيد أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئية بجامعة الخليج العربي. وسام الكفاءة. الدكتور ماهر عبد العزيز الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أشرف على تطوير عدد من المشاريع العقارية والأسواق التجارية في مملكة البحرين. وسام الكفاءة. السيدة فائزة إبراهيم الزياني قامت بالتخطيط لعدة مشاريع اجتماعية خلال عملها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مقدمتها المراكز الاجتماعية مشاغل التفصيل والخياطة الرائدات المحليات مراكز تأهيل المعاقين ودور رعاية المسنين. وسام الكفاءة. المهندس خالد سليم الحاج الوكيل المساعد للشؤون الرياضية والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة يقوم بالإشراف على أكثر من برنامج في قطاع واحد لتحقيق أهداف الجهة الحكومية. وسام الكفاءة.
السيد إبراهيم عثمان داود محمد البلوشي تدرج في عدة وظائف عليا بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة سابقاً وسام الكفاءة. الأستاذ عبدالله عبد العزيز عبدالله الذوادي عمل في السلك الحكومي لفترة طويلة مدرساً ومديراً لمدارس ابتدائية وإعدادية ثم وكيلاً مساعداً لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة والنفط وسام الكفاءة. السيد عارف حسن المنصوري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات يقوم بوضع الخطط والسياسات والبرامج الاستراتيجية لقطاع الموارد والمعلومات في الوزارة وسام الكفاءة. الدكتورة نعيمة عيسى السبت عيسى السبيعي استشاري تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ومشاريع التميز وزارة الصحة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية السنوية لخطة الرعاية الصحية وسام الكفاءة. السيدة رانيا يوسف أحمد الشراوي مدير تنفيذي للاستراتيجية والتخطيط المؤسسي بمجلس التنمية الاقتصادية وسام الكفاءة. الدكتور جميل عبدالله العلوي مستشار قانوني أول بمجلس التنمية الاقتصادية منذ 11 عاماً عمل قبل ذلك في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وسام الكفاءة. سيدة يارا رضي فرج مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تعمل في مجال التواصل والدراسات الاستراتيجية التي ساهمت في تطوير آليات التواصل بين الجهات الحكومية وسام الكفاءة. السيدة آمنة أحمد الرميحي إدارة المشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عملت على التنسيق ومتابعة البرامج الاستراتيجية في قطاع التعليم والصحة وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وسام الكفاءة. السيدة مريم عدنان الأنصاري إدارة المشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عملت على التنسيق والمتابعة للبرامج الاستراتيجية في قطاع الإسكان والبنية التحتية والتخطيط العمراني وسام الكفاءة. المهندس إبراهيم عبدالله محمد الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع هيئة الكهرباء والماء يعمل على وضع رؤية ورسالة للهيئة وسام الكفاءة. المهندس محمد عبد الرحيم الصادق نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية مسؤول عن تنفيذ ميزانية هيئة الكهرباء والماء عن طريق الإدارة الفعالة لها وسام الكفاءة. العقيد الركن عبد الحكيم بن عيسى الشنو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية متحدث رسمي بلجنة التطوير والسلام أمين السر العام للاتحاد البحريني لألعاب القوى وسام الكفاءة. العقيد عيسى حسن القطان رئيس مجلس إدارة نادي النجمة لاعب للمنتخب البحريني لكرة الطائرة سابقا الحاصل على أفضل لاعب كرة طائرة في آسيا سنة 1985 ميلادية له إنجازات محلية وإقليمية ودولية في كرة الطائرة وسام الكفاءة. السيد يوسف محمد البن خليل رئيس تحرير جريدة الوطن عمل في مجالات الإعلام والتدريب والبحث السياسي والاستشارات عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحافة الخليجية وسام الكفاءة. السيد أشرف حافظ إمام مدير إدارة خدمات العملاء بهيئة تنظيم سوق العمل له مساهمات واضحة في إنجازات مرحلة تأسيس الهيئة وسام الكفاءة. الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح رئيسة مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة المشرف على مكتب تسجيل المواليد والوفيات بالوزارة وسام الكفاءة. السيد خالد عبدالله عبدالعزيز الشوملي
الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعمل على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والإشراف العام عليها وسام الكفاءة. السيد وليد خالد ربيع الشيخ أسس العمل الإعلامي بمكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، له مبادرات تطويرية ودور بارز في تنسيق وتوحيد الرسائل الإعلامية وسام الكفاءة. الأستاذة غادة محمد حسين شناعة مستشار الإرشادي بمعهد الإدارة العامة القائم بأعمال المدير التنفيذي لإدارة التقييم والإرشاد وسام الكفاءة. السيد فراس جعفر أحمد مستشار الرئيس التنفيذي بهيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية يعمل على تنفيذ نظام المدفوعات الوطني ونظام سجلات الترخيص التجاري وسام الكفاءة. السيدة زهرة حبيب بدر مستشار التخطيط الاستراتيجي المجلس الأعلى للصحة تعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للقطاع الصحي وسام الكفاءة. السيد رسول عبد الله طه الحداد التحق بجامعة أخن الألمانية لمدة 5 سنوات وحصل خلالها على شهادة الهندسة الميكانيكية وسام الكفاءة. الدكتور طارق محمد السندي مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات هيئة جودة التعليم والتدريب ساهم ممثلاً لمملكة البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب في المحافل الدولية والإقليمية وسام الكفاءة. الدكتور محمد صالح الأنصاري نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية بجامعة البحرين يعمل على تسيير أمور الجامعة من الناحية الإدارية والمالية وسام الكفاءة. المهندس إبراهيم محمد علي أبل الرئيس التنفيذي لإحتياط الأجيال القادمة بوزارة المالية شارك في تأسيس محفظة استثمارية لحساب لإحتياطي الأجيال القادمة وسام الكفاءة. السيد صلاح الدين عبد الرحمن محمد عجلان مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية يقوم بالإشراف على قطاعات السياسة والأجور التي يتضمن إدارة الأجور والميزانيات الوظيفية وإدارة السياسات وشؤون اللوائح وسام الكفاءة. السيد علي محمد عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد نائب الاتحاد الدولي والأسيوي لكرة اليد وسام الكفاءة. السيد راشد جاسم راشد العليوي مساعد المدير العام للموارد المالية والبشرية بمجلس العائلة المالكة ساهم وأشرف على وضع الأنظمة الإدارية والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية وسام الكفاءة. السيدة عائشة محمد إبراهيم الزايد مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإدارة قسم تنمية الأسرة وقسم الحاضنات وتنمية الطفولة وسام الكفاءة. السيد نزار معروف عمر مدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية بهيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية عمل في العديد من المؤسسات الحكومية وسام الكفاءة. السيد إبراهيم علي محمد النواخذ الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة يتولى توجيه عمل الأمانة العامة للمجلس والتي تقوم بالدور الأساسي في التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى للصحة وسام الكفاءة. المهندس كاظم علي عبد اللطيف علي مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يعمل على تخطيط وتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بهندسة المرور وسام الكفاءة. المهندس عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس الإدارة بشركة عقارات السيف يتمتع بخبرة في مجال الاستثمار والهندسة والمشاريع العقارية واحد من مؤسسي الجامعة الملكية وعضو بمجلس إدارة شركة طيران الخليج وسام الكفاءة.
السيد عبد العزيز عبد الله محمد الجاسم أمضى أكثر من 60 عاماً في الحقل التجاري، وساهم إسهامات جلية في تطوير قطاعات البيع بالتجزئة، وعمل جاهداً لجلب كبريات الشركات العالمية إلى المملكة. وسام الكفاءة. أيها الحضور الكريم، كلمة المكرمين تلقيها نيابة عنهم الدكتورة نعيمة عيسى سبت السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، صاحب المعالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالتكم على عرش هذا الوطن العزيز، يطيب لنا أن نهنئ جلالتكم ونهنئ الوطن بأكمله، فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه. صاحب الجلالة، يسعدنا يا سيدي غاية السعادة أن يأتي العيد الوطني المجيد هذا العام حاملاً كل هذه الإنجازات التاريخية العظيمة والتي نحتفل جميعاً بها هذا اليوم. إنها لحظة يا سيدي من أعز لحظات حياتنا، لحظة انتظرناها وتمنيناها دائماً وعملنا لأجلها جميعاً من مختلف المواقع والتوجهات، فتشرفنا بوقوفنا بين يدكم لتكريم هذه النخبة من أبناء الوطن الغالي وتقليدهم أرفع الأوسمة. فمنذ بداية تحديث الدولة في عهدكم الزاهر، ظل الهدف الأسمى إشراك أكبر عدد من المواطنين في عملية التنمية والتوعية والتأهيل للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير للقطاعين العام والخاص. وبفضل من الله، يمكننا القول أن شعب البحرين قد استطاع ممثلاً بعلمائه وعماله ومثقفيه رجالاً ونساءً كافة من تحقيق ذلك النجاح الكبير في زمن قياسي من عمر الشعوب والأمم، وبما يلبي أجمل تطلعاتنا. إن عناية جلالتكم الكريمة بهذه الكوكبة من أبناء الوطن ورعايتهم وتوجيههم وتنمية مواهبهم إلى أقصى إمكاناتهم لهي الدافع الحقيقي خلف ما نراه اليوم من ارتفاع شعلة النجاحات في كل المجالات العلمية والعملية والرياضية لتحقيق نظرتكم الثاقبة لحاضر ومستقبل هذا الوطن وشعبه. ولا شك أنه لنخبة المجتمع من عسكريين ومدنيين دور كبير في نهضة هذا الوطن وتقدمه. وفي الختام، فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريك بهذا اليوم الأغر، أعادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي ختام الاحتفال صافح جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد وضيف البلاد الكريم صاحب المعالي رئيس وزراء ماليزيا الحضور الكرام الذين رفعوا إلى جلالته أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المجيد والذكرى 18 لتسلم جلالته مقاليد الحكم، داعين المولى أن يديم على البحرين الأفراح والمسرات والأمن والرخاء والاستقرار.